السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو والذي نتحدث فيه في أسئلة إثرائية في الدرس الأول من الوحدة الثانية، ما هي إدارة العمليات الإنتاجية؟ فابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد. نبدأ مع السؤال الأول، ما المقصود بإدارة العمليات الإنتاجية؟ إدارة أنشطة المشاريع الصناعية والخدماتية التي تهدف إلى تحويل الموارد إلى سلع وخدمات بالكمية والجودة المطلوبة وبأقل تكلفة. هنا في الوحدة الأولى كنا نتكلم عن إدارة الموارد البشرية، اليوم في الوحدة الثانية نتحدث عن العمليات الإنتاجية. فهنا نتكلم عن إدارة العمليات الإنتاجية، نبدأ مع إدارة أنشطة المشاريع الصناعية والخدماتية. هناك مشاريع صناعية وهناك مشاريع خدماتية. المشاريع الصناعية التي تنتج السلع المادية الملموسة، أما الخدماتية فهي التي تنتج خدمات غير ملموسة مثل خدمة الاتصالات والمواصلات والصيانة وغيرها. تهدف إلى تحويل الموارد المادية والموارد البشرية إلى سلع أو خدمات بالكمية، أي الكمية التي يطلبها المستهلك، أنا ما بنتج كمية أكبر من حجم السوق، وبالجودة المطلوبة أي تفوق توقعات المستهلك، وبأقل تكلفة لأن أقل التكلفة هي التي تزيد من الأرباح، فهي التي تحرك المبيعات وتزيد من تخفض من سعر المنتج، وبالتالي تزداد المبيعات وبالتالي تتحقق الأرباح. وجود نظام إنتاجي فاعل يقتضي وجود إدارة يناط بها عدة مسؤوليات: التخطيط للعمليات الإنتاجية، تنظيم الموارد اللازمة للإنتاج، قيادة العملية الإنتاجية، والرقابة على الإنتاج. بين كيف يمكن إيجاد نظام إنتاجي فاعل قادر على تحويل المدخلات إلى مخرجات ذات جودة عالية خلال مجموعة عمليات متخصصة ومرتبطة بطبيعة المنتج: التصميم، التركيب، والتي تتطلب إدارة قادرة على التخطيط وتنظيم الموارد واستخدام التقنيات الحديثة ومراقبة عمليات الإنتاج. إذن عشان أوجد أنا عندي نظام إنتاجي قادر على أن يحول المدخلات إلى مخرجات بجودة عالية، لازم أنا أستخدم عدة عمليات متخصصة: تصميم العملية الإنتاجية وتركيبها، وهنا بدي أتكلم أيضا القدرة على التخطيط والتنظيم للموارد اللي هي الموارد المادية والموارد البشرية، وأستخدم التكنولوجيا الحديثة والتي بدورها هي التي تزيد من الإنتاج وتخفض التكاليف وتزيد من الأرباح، ومراقبة عمليات الإنتاج لأنه أي عمل من دون رقابة لن يؤتي ثمارا طيبة. ما المقصود بالنظام الإنتاج؟ نظام مكون من ثلاث مراحل أساسية هي المدخلات، عملية تحويلية، المخرجات. أما المرحلة الرابعة فهي عملية التغذية الراجعة. إذا هنا نتكلم عن ثلاث مراحل: المدخلات، المخرجات، العملية التحويلية، التغذية الراجعة. المدخلات، المدخلات التي تدخل في العملية الإنتاجية من الموارد البشرية والمعلوماتية وغيرها والمواد الخام. العملية التحويلية لتوليفة الإنتاج، المراحل التي تمر بها العملية الإنتاجية. المخرج النهائي وهو المخرجات، وهي السلع أو الخدمات الجاهزة لتقديمها للمستهلك. أما عندما نتحدث عن رد فعل المستهلك فنحن نتحدث عن التغذية الراجعة. الآن إلى السؤال الآخر، اشرح مكونات النظام الإنتاجي كنظام مفتوح. المدخلات، وتشمل كافة الموارد المادية وغير المادية المستخدمة في العملية الإنتاجية مثل الأفراد ذوي الأيدي العاملة ورأس المال والمواد الخام والآلات والمعدات والمعلومات. هذه المدخلات في العملية الإنتاجية، وتختلف من سلعة إلى سلعة أخرى نظرا لطبيعة ونشاط هذه المنتجات، ولربما تكون المدخلات في سلعة من السلع هي مدخل، وفي منتج آخر تكون هي من المخرجات مثل الطحين في مصنع البسكوت يعتبر من المدخلات، لكن في المطحنة يعتبر من المخرجات. العملية التحويلية، عملية تحويل المدخل لمنتج نهائي مثل تحويل اللحوم للمرتديلا هي توليفة الإنتاج اللي بتمر فيها العمليات التصنيع. أما المخرجات فهي السلع والخدمات الناتجة عن النظام الإنتاجي، يعني إيش السلعة اللي أنا قدرت أقدمها للمستهلك، إحنا نقصد هنا في المخرج. التغذية الراجعة، ردود فعل المستهلكين تجاه السلع والخدمات من أجل تحسين جودتها لضمان منافسة مثيلاتها من المنتجات. رد فعل المستهلك سواء إيجابي أو سلبي يؤخذ بعين الاعتبار، نعرف نقاط القوة وبنعرف نقاط الضعف في هذا المنتج. فيما تفسر تختلف عناصر النظام الإنتاجي من منشأة لأخرى بسبب اختلاف طبيعة المنتج والبيئة التي يعمل فيها النظام الإنتاجي في المنشأة. عناصر النظام الإنتاجي من المدخلات والعملية التحويلية،
تختلف من سلعة إلى من منتج إلى منتج آخر، ومن خدمة إلى خدمة أخرى نظرا لاختلاف طبيعة المنتج. بين أيدينا الجدول يحتوي على نظم إنتاج مختلفة. أكمل الجدول الآتي بما يناسب من مدخلات وعمليات ومخرجات. المدرسة هناك مدخلات، عملية تحويلية ومخرجات. المدخلات المبنى، الطلاب، المعلمين، المناهج، أساليب التدريس. أما عندما نتكلم عن العملية التحويلية نتكلم عن التعليم والتدريس. المخرج، طلاب حاصلين على شهادات. المخبز، إيش المدخلات عندي؟ مبنى، عمال، طحين، ماء، آلات، فرن، أكياس للتعبئة، سيارات توزيع. العملية التحويلية عملية عجن وخبز وتعبئة الخبز في أكياس. المخرج اللي هو الخبز والمعجنات. مصنع الملابس، مبنى، مكينة خياطة، عاملين، أقمشة، خيوط. أما عندما نتكلم عن العمليات التحويلية فهي عمليات تفصيل وخياطة الملابس. المخرج النهائي، الملابس الجاهزة. ننتقل الآن إلى السؤال الآخر. تصنف النظم الإنتاجية إلى نظم إنتاج صناعية ونظم إنتاج خدماتية. عندي نظم صناعية تتكلم عن سلع مادية ملموسة، وعندي نظم خدماتية بنتكلم عن الأشياء الغير مادية اللي هي الأشياء الغير ملموسة مثل الاتصالات والمواصلات وغيرها. نبدأ مع نظم الإنتاج الصناعية والتي تتعامل بمنتجات مادية ملموسة وتسمى السلع مثل الملابس، الطعام، السيارة، الأجهزة الكهربائية، أي شيء مادي ملموس ويطلق عليه سلع، فهذه النظم صناعية. أما النظم الإنتاجية الخدماتية فهي تتعامل بمنتجات غير ملموسة وتسمى خدمات مثل التعليم، الصحة، الاتصالات، خدمات الصيانة وغيرها، هذه تسمى نظم خدماتية، فهي تتعامل مع سلع غير مادية أي غير ملموسة. ننتقل الآن إلى السؤال الآخر. بما تفسر لا يمكن أن نجزم بأن مكونات السلع الملموسة صناعية فقط، لأن كل منتج صناعي يحتوي على نسبة من الخدمات مثل الصيانة والتصميم والنقل. أي منتج أنا بدي أقدمه لا يمكن أن أجزم به تماماً أن الخدمة ما استخدمت أي شيء مادي ملموس، وكذلك العكس. أي منتج صناعي لا يمكن أن أقول أنا أنتجته بالغنى عن الخدمات. ما في مصنع لا يحتاج إلى صيانة، ما في مصنع لا يحتاج إلى نقل، اتصالات، مواصلات، إنترنت وما شابه ذلك. وكل منتج خدماتي يحتوي على نسبة من السلع مثل الخدمات الفندقية، تحتاج إلى سلع ملموسة مثل الورق والأجهزة وغيرها، هذه أشياء مادية ملموسة لإنتاج الخدمة. بين أهمية إدارة العمليات الإنتاجية في المنشأة تتعلق بجميع القطاعات الإنتاجية أنه كل القطاعات الإنتاجية فيها إدارة للعملية الإنتاجية تساهم في رفع كفاءة وفعالية العملية الإنتاجية. نتكلم عن كفاءة تقليل الهدف في المورد، نتكلم عن فاعلية تحقيق الأهداف. لها دور استراتيجي في إعطاء ميزة تنافسية للمنشأة تمثل الجزء المكلف في المنشأة، لذا يجب الاهتمام بها. هنا بنتكلم انه لها دور استراتيجي في اعطاء ان اعطتها ميزة تنافسية في المنشأة، انه كل ما انا اشتغلت على ادارة العمليات الانتاجية من تصميم العملية الانتاجية وتخطيط لها ورقابة ومتابعة وكذلك، انا بعطي ميزة تنافسية للمؤسسة لانه هذا المنتج هو صورة المؤسسة. وهذا الجزء المكلف لانه اكبر تكلفة في المنشأة تتمثل في الادارة الانتاج. تساهم في جدولة وتنظيم النشاط الإنتاجي ومراقبة كافة مراحله، هذه من أهم الوظائف التي تقوم بها إدارة الإنتاج. الآن إلى السؤال الأخير. ضع دائرة تحت رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. ترتبط الفاعلية في إدارة العمليات الإنتاجية بتحقيق مستوى أعلى ممكن من الجودة من الأهداف. طيب الموارد المستخدمة نتكلم عن كفاءة، تحقيق أدنى ممكن من جودة الأهداف، إحنا هذا مش هدف أن نحقق أقل جودة. تقليل الهدر من الموارد هم بنتكلم عن الكفاءة، يطلق على تقييم ردود فعل المستهلكين تجاه ما تقدمه المنشأة من سلع وخدمات هو التغذية الراجعة. أما المدخلات فهي التي تدخل في العملية الإنتاجية، والمخرجات هو المنتج النهائي من سلع وخدمات العمليات وهي توليفة الإنتاج. أي من الآتية لا تسهم في تحسين الفاعلية؟ انخفاض نسبة التالف من الأثاث، هذا لا يسهم في تحسين الفاعلية. ليش؟ لأنه هم بنتكلم عن الكفاءة. زيادة قطع الأثاث المنتجة مع ثبات المواد الخام هم يسهم. ارتفاع كمية الأثاث المنتج بنسبة 20% مع ارتفاع كمية المواد الخام. ارتفاع نسبة الأثاث المطابق للمواصفات بنسبة 98% بنسبة 10%. أي من الآتية لا ينطبق على العملية الإنتاجية؟ عملية التحويل السلع والخدمات لمورد. أنا السلعة والخدمة اللي بدي أبيعها للمستهلك بدي أعود أرجعها لمورد؟ أنا ليش أنتجتها؟ عشان أرجعها لمورد؟ فهي لا تنطبق لأنه إحنا كان كبدين لا ينطبق.
ماذا يطلق على الموارد المادية وغير المادية المستخدمة في العملية الإنتاجية؟ يطلق عليها المدخلات. ننتقل إلى البند السادس، انخفاض كمية الخشب المستخدم في تصنيع الخزائن الخشبية مع ثبات الكمية المنتجة يعبر عن كفاءة في الإنتاج. ليش هم نتكلم عن كفاءة؟ لأن هم نتكلم عن كمية خشب مستخدم. ماذا يطلق على تحويل توليفة الموارد الداخلة في العملية الإنتاجية لمنتجات تامة الصنع؟ العمليات التحويلية. أي مما يأتي لا تشكل جزءا من أهمية إدارة العمليات الإنتاجية في المنشأة، تمثل الجزء الأقل كلفة في المنشأة. يطلق على تقييم ردود فعل المستهلكين تجاه ما تقدمه المنشأة من سلع وخدمات. التغذية الراجع هي رد فعل المستهلك. التحسن في استغلال الموارد المستخدمة وتقليل الهدر. وين بتلاقي تقليل الهدر؟ بتلاقي موارد، بتلاقي كميات، تتكلم عن الكفاءة. ما العائد الذي نحصل عليه عند استخدامنا عنصر الأرض في العملية الإنتاجية؟ بنتكلم عن الريع. أما الربح فهو عائد المخاطرة. أما الفائدة بنتكلم عن عائد اللي هو رأس المال. أما الأجر أو الراتب فهو العائد من عنصر العمل. في الختام نشكركم على كرم المتابعة، ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.